أصحاب مهمات خاصة، ليسوا مجرد موظفين. عملهم بين الماء والنار، ورسالتهم إنسانية في المقام الأول. عنوانها الحياة. إنهم رجال الإطفاء. حياكم الله، معكم المقدم سيد حمزة المزيدي، ضابط في إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام. في هذا التقرير راح نسلط الضوء على أبرز القطاعات في قوة الإطفاء العام والإدارات المختصة، والتركيز على أحدث الآليات الموجودة في قوة الإطفاء العام. ابتداء من إدارة العمليات المركزية ننطلق إلى باقي القطاعات. حياكم الله. طبعا مثل ما تشوفون احنا اليوم في غرفة العمليات اللي هي متابعة 112، في حال حدوث اي حريق او اتصال على هاتف الطوارئ 112 يتم طبعا تلقي البلاغ عن طريق موظفين الداخلية، ومن بعده يتم تحويل البلاغ على حسب الحالة. يتم توجيه المركز المعني لموقع الحادث، من ثم الجزء الثاني اللي هو متابعة الحادث من 5 إلى 7 دقائق، هذا كحد اقصى المفروض ان الآلية توصل او جيب الضابط يوصل لموقع الحادث ويعطيني المعلومات الكافية على الحادث. طبعاً إحنا دورنا بالعمليات المركزية تينا بلاغات وايد صعبة، تينا بلاغات من أشخاص صغيرة، تينا بلاغات من أطفال، تينا هم بعد بلاغات يتكلمون أكثر من لغة. فإحنا هني دورنا إن نقوم بالواجب، وأي بلاغ سواء شخص كبير ولا صغير على طول نتلقى البلاغ ونقوم بالواجب. هذه الأجهزة اللي يعتمد عليها متلقي البلاغ من خلال تلقي البلاغ من الشخص اللي في حالة طارئة، ومن ثم الجهاز الثاني اللي هو الجهاز قوة الإطفاء العام، الجهاز اللاسلكي، يتم توجيه المركز وإعطاء البيانات عن طريق الجهاز اللاسلكي. طبعا مثل ما تشوفون هذا بدالة 112 فيها بيانات المتصل نفسه ورقم تليفونه، وكذلك معلومات يتم تدوينها عن طريق موظفين 112. طبعا أجهزة اللاسلكية عبارة عن أجهزة محافظات، كل محافظة لها مراكزها الخاصة فيها، وفيها طبعا نظام الصافرات، في حال حدوث حريق يتم إطلاق الصافرة في المركز ويتم توجيهها. مثل ما أنتم سامعين هذا مثل مسج من بدالة 112 يبين لنا أن في حادث حاليا صاير. حاليا متلقين بلاغ يوجد حريق في سكراب مغرى، حريق مهملات، فتم توجيه جيب الضابط او اليه المركز للتوجه لموقع الحادث. طبعا مو بس جيب الضابط، فرقه كامله، فرقه حريق كامله لتوصل لموقع الحادث. يعني هذه الكاميرا تساعدني كضابط عمليات اشوف شنو قاعد يصير لما اوجه المركز نفسه، هل محتاج مركز مساند، هل الفرقه اللي متوجهه كافيه للموقع. يعني اقدر اشوف الحادث لايف، وهذه وايد تفيدنا الكاميرا. ومثل ما تشوفون بالشاشه الثانيه اللي هي الخريطه، يعني يكون فيها مثل سنسر على الاليه نفسها، حيث ان كل 45 ثانيه تعطيني موقع او تحدد لي موقع الاليه اللي متوجهه للحادث. كذلك عندنا يتم استقبال بلاغات او الحوادث اللي تتعلق في البحر، اللي تكون في البحر سواء زورق متعطل، زورق يدخل ماء، أشخاص محتجزة داخل زورق والزورق عطلان، يتم توجيه الفرق البحرية لإنقاذ هذه الأشخاص. اليوم طبعا متواجدين في مركز رأس السالمية للإطفاء والإنقاذ البحري لنبين لكم مهام المركز اللي يغطي المساحة من بين الأبراج إلى مسنة الفنطاس، وأيضا يخرج إسناد للمراكز البحرية الأخرى التابعة لإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري. إنقاذ البحري الزورق من جدار 4 للفحص، كيف تسمعني؟ أسمعك واضح، كيف تسمعني؟ أسمعك جيد واضح، أسمعك جيد واضح، استلمت. وطبعا حاليا متواجدين في زورق منجد 4، وهو يعتبر من احدث الزوارق المنظمه لاداره الاطفاء والانقاذ البحري في هذه السنه. وطبعا يتميز زورق منجد 4 بالانظمه الملاحيه الحديثه والانظمه المكافحه الحديثه ايضا،
وبإمكان الزورق الدخول إلى الأماكن الضحلة أو المياه الضحلة، فيقدر يلبي أي بلاغ في منطقة جون الكويت من حوادث القطع البحرية أو الحريق. ويتميز الزورق منجد 4 بوجود الأجهزة الملاحية وبوجود القيادة الخلفية مثل ما احنا متواجدين فيها حاليا لتسهيل على ناخذ القيادة في جميع الوضعيات. طبعا مركز رأس السالمية للإطفاء والإنقاذ البحري يتوجه إلى العديد من البلاغات، منها بلاغات المكافحة ومنها بلاغات الإنقاذ ومنها بلاغات أيضا الخدمات العامة، ويوجد العديد من القطع البحرية، وعلى حسب أي بلاغ تتوجه للقطع البحرية المناسبة لتلبية القرض والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وحاليا مثل ما هو موضع أمامكم الزورق إنقاذ 44 التابع لإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري، ويعتبر الزورق من زوارق الإنقاذ، ويتميز الزورق بسرعته وبإمكانية الدخول إلى المياه الضحلة وبأحدث المعدات المتعلقة بالإنقاذ ومحافظة على الأرواح. تختلف أحجام الزوارق وسرعة استجابتها، مثل ما أنتم شايفين الزورق إنقاذ 44 تميز إن إمكانية إنه يلبي البلاغ بأقصى سرعة، ومن ثم تتجه الزوارق الكبيرة. دورنا الخاص في المجال البحري الإشراف على القواصين المتواجدين داخل الأقسام في توفير جميع احتياجاتهم من معدات غوص، وكذلك توفير الأجهزة الملاحية الخاصة في عمليات البحث والانتشال مثل أجهزة السونار والرادارات وغيرها من أجهزة متطورة. دور هذه المراقبة في حال ورود بلاغ عن غريق أو ممتلكات الخاصة بالأفراد مثل الزوارق وغيرها، نتوجه إلى البلاغ على الفور والمحاولة الوصول بأسرع وقت ممكن لانتشال القريق أو إنقاذه إذا كان على قيد الحياة. أما إذا لا سمح الله كان في حالة وفاة، فيكون دور هذا القواصين النزول تحت الماء وانتشال القريق. أما إذا كان هناك ممتلكات مثل الزوارق وغيرها، فنحاول بقدر الإمكان انتشال هذه الممتلكات. كذلك دور هذه المراقبة بعمل دورات تدريبية للجهات العسكرية أو بالتعاون مع الجهات العسكرية الأخرى مثل الحرس الوطني، وكذلك وزارة الداخلية الممثلة بالخفر السواحل، وكذلك الجيش الكويتي. عندنا في قوة الإطفاء العام آليات الإنقاذ متنوعة، منها الوانيت ذو 4 كباين في صندوق خلفي مجهز في جميع معدات الإنقاذ، يتعامل مع حوادث الطرق على الأغلب. وعندنا آلية المكافحة والإنقاذ، آلية دخلت الخدمة في سنة 2016، هي آلية تعتبر حديثة على مستوى الإطفاء بالعالم، آلية تسمى بآلية الكافس. حالياً احنا ب 2021 جهزنا مراكز الإطفاء كلها من هذه الآلية. الآلية تشتغل على 3 عناصر اللي هم الماء والفوم والهواء. الآلية هذه تحافظ على البيئة وتوفر كمية الماء، بدل ما يكون استخدام الماء بشكل كبير، يعني الهوز كامل يكون فيه ماء راح يكون بس 3. نتكلم حاليا على تناكر المياه، عندنا في قوة الإطفاء العام 3 أحجام، في 3000 وفي 6000، وعندنا هذه الآلية 10000 جالون. هذه الآلية حمولتها عالية، تستخدم في عمليات الحوادث الكبيرة. بتكلم على سلالم الإطفاء، عندنا أول سلم 32 متر، السلم 32 متر يستخدم في المناطق السكنية وحوادث البيوت. كذلك عندنا السلم الـ 54 متر دائماً يكون في المناطق الصناعية اللي هي أكثر مساحة أكبر منها كارتفاع. وعندنا السلم الـ 91 متر نستخدمه في الأبراج والمناطق ذات طابع عمراني طولي. هذه الآلية المستجيب الأول اللي تعامل مع الحوادث كأول آلية توصل لتقييم الحادث وإرسال الفرقة آخر أو أول المعلومات الأولية على الحادث. بتكلمكم على آلية اليونيمج، هذه آلية ذات طبيعة خاصة تعامل مع الحوادث ذات طبيعة خاصة أثناء السيول، أثناء الأمطار، أثناء تجمعات المياه،
باستطاعتها الدخول بحدود 3 متر. الآلية تكون من عدد 4 رجال إطفاء، ضابط ومشق الآلية، واثنين من رجال الإطفاء ذو خبرة عالية في عمليات البحث والإنقاذ. بالمناسبة ما أننا احنا موجودين اليوم في مركز الإسناد، عندنا دورة رغيب مشق الآلية. هذيل الطلبة راح يكونون مختصين في إدارة المهام الخاصة عندنا في الإسناد. فالطلبة موجودين مع وكيل ضابط محمد الحريبي. يعطيك العافية محمد. شنو عندكم محمد؟ اليوم عندنا تدريب الطلبة على آليات الحربية. بتكلم على آليات الإنقاذ بشكل عام، هذه تعتبر واحدة منهم. هذه الآلية حفارة، وفي منها حفارة صغيرة وفي حفارة متعددة الاستخدامات، وعندنا الاسكافيتر وعندنا الدي 8. الحفارة هذه يجي منها نوعين، يجي المزنجرة عشان تستطيع أنها تدخل تراكم الحديد في السكراب أو بالمصانع، وممكن تقتحم الأماكن بدون أي ضرر. بتكلم على آليات البراد، هذه آليات لتأمين احتياجات رجال الإطفاء أثناء الحوادث الكبرى، موجود فيها ماء، عصير، آيس كريم. وعندنا هذه الآليات، هذه آليات إنارة. طبعاً هذه خصيصاً سويناها حق مركز الإسناد. الآليات هذه أثناء الحوادث إذا صار ظلام تطلع هذه الآليات تنور المنطقة. عندنا آليات الاستراحة، هذه آليات استراحة حق رجال الإطفاء في الحوادث اللي طول مدتها. الآليات مزودة وانتم بكرامة في دورات مياه، مزودة في غرف استراحة فيها ثلاجة، فيها مطبخ صغير، يعني حق تؤدي الغرض حق وقت الحادث. كذلك هذه الآلية اللي عندنا المزنجرة اللي تستطيع انها تدخل على الركم الحديدية، ونستخدمها دائما في المصانع وفي المخازن، ونستخدمها يعني اغلب الحوادث تكون في سكراب أمغرة. آلية التكييف، هذه آلية صناعة محلية داخل قوة الإطفاء العام بورشة الإطفاء من أيادي مهندسين كويتيين. الآلية هذه كانت هافلوري، غيرنا مهمتها، كان طبعا السيارة سكراب، نقلناها من آلية سكراب إلى آلية جديدة وتعطينا مهمة جديدة. استعرضنا من خلال هذا التقرير عمل رجال الإطفاء في مختلف الإدارات ومختلف القطاعات في قوة الإطفاء العام من منطلق شعار قوة الإطفاء العام، وهو حماية الأرواح والممتلكات. نفتخر بوجود طاقات شبابية كويتية في قوة الإطفاء العام قادرة على مواكبة التطور والآليات الحديثة واستخدامها بأحدث التكنولوجيا، وأيضا الدورات التدريبية والمستوى العالي اللي تسعى قوة الإطفاء العام بإظهار الكفاءات من خلال الأفراد الموجودين عندنا في قوة الإطفاء العام. العمل لا يقتصر على إنقاذ الأرواح والممتلكات، أيضا عملنا فيه الكثير من الجانب الإنساني قبل العمل والتكنولوجيا والآليات.